السلام عليكم. انطوى المشهد السوداني أخيراً على قدر كبير من المفارقة بطلها قوات الدعم السريع التي تسببت بإثارة قلق السودانيين من جهة وببعث الأمل لديهم من جهة أخرى. أما القلق فسببه سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني الاستراتيجية، وأما أمل السودانيين بوضع نهاية للحرب فسببه الإعلان عن لقاء مرتقب في جيبوتي بين قائد هذه القوات الفريق أول محمد حمدان دجلو الملقب بحميتي ورئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهو الإعلان الذي قد يكون من أهم أسبابه سيطرة قوات الدعم السريع نفسها على مدينة ود مدني. ولكن أمل السودانيين بوضع حد لهذه الحرب تبدد إلى حين بعد الإعلان عن تأجيل لقاء رجلي الحرب السودانية إثر امتناع حميتي عن الحضور إلى جيبوتي لأسباب فنية خاصة به كما ورد في مذكرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجيبوتية. تطورات تلفت النظر للبحث في دلالة ما يحصل في البلاد، خصوصا وأن حميتي حول وجهته بدلا من جيبوتي للقاء البرهاني إلى إثيوبيا في زيارة خارجية هي الثانية بعد أوغندا منذ اندلاع القتال الداخلي قبل 8 شهور وقد لا تكون الأخيرة. دلالة هذه التطورات وتأثيرها على مسار الصراع في السودان وحقيقة الموقف الدولي مما يجري في البلاد، محاور ثلاثة تطرقه حلقة اليوم من حديث العرب التي تأتيكم تفاصيلها بعد متابعة التقرير. بعد أيام من المعارك المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي فشلت مراراً في السيطرة على مدينة ود مدني ذات الأهمية الاستراتيجية والواقعة وسط البلاد جنوبية شرقي الخرطوم، إذ بقوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على المدينة دون قتال يذكر بعد انسحاب الفرقة الأولى التابعة للجيش من المدينة بصورة مفاجئة. وبعيداً عن أسباب الانسحاب المفاجئ لقوات الجيش السوداني والتي ربما سيكشفها تحقيق داخلي أعلن عن فتحه في هذا الصدد، فإن لسيطرة قوات الدعم السريع على ود مدني مآلات تتعلق بما تمثله المدينة التي تعد أكبر المدن السودانية بعد الخرطوم من أهمية، إذ تربط ولايات شرق السودان مع ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض، كما أنها تعد خط إمداد رئيس للجيش. فقوات الدعم السريع بقيادة حميدة بسيطرتها على ود مدني قد حصلت بحسب مراقبين على مكاسب عسكرية ستمنحها دفعة معنوية كبيرة تشجعها على التمدد في الولايات الأخرى في الشرق والشمال، بينما في المقابل تهتز الثقة في قيادة الجيش السوداني، كما أن ذلك التقدم سيضمن لقوات حميدة موقفا تفاوضيا أقوى ويمنحها القدرة على التمسك بدور عسكري وسياسي في مرحلة ما بعد وقف الحرب كونها قوة لا يمكن تجاوزها في المعادلة السياسية. الأزمة في السودان إذن تراوح مكانها ولا يبدو لنفقها آخر، فضلا عن أن يكون في هذا الآخر ضوء، والمواقف الدولية لا تتجاوز الإعراب عن القلق أو التأكيد على أهمية الحوار والتفاوض بين المتصارعين لإنهاء القتال، في حين تتفاقم معاناة السودانيين يوما بعد آخر وتزحف وراءهم نيران الحرب أينما نزحوا، وكأن قوة ما خفية أو ربما ليست كذلك تريد للسودان كما لغيره من أكثر بلدان المنطقة أن يظل رهيناً للصراعات والفوضى. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو مع حفظ الألقاب الطاهر حسن التوم الإعلامي والكاتب الصحفي، وخالد حسين محمد الباحث والمحلل السياسي، كما سيلتحق بنا عبر سكايب من مدينة ميزوري عبد الله علي إبراهيم أستاذ شرف للتاريخ بجامعة ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ من ذي اليمين وكلكم من أهل اليمين إن شاء الله. دكتور أو أستاذ طاهر، يعني تطورات لافتة وذات دلالات يعني مهمة في السودان، يعني قوات الدعم السريع تسيطر على ثاني أكبر أو ثانية كبريات المدن السودانية، مدينة مهمة استراتيجية ذات ثقل اقتصادي وغذائي، ثم بعد أيام قليلة يسافر في أول زيارة خارجية
معلن عنها دعنا نقول أو معروفة إلى خارج السودان منذ اندلاع القتال في نيسان أبريل الماضي، ثم بعد ذلك الإعلان عن لقاء مرتقب مع قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ثم بعد ذلك الإعلان عن تأجيل هذا اللقاء. نريد أن نفهم منك ماذا يجري في البلاد اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا نستطيع أن نقول أن ما يدور في السودان هو شأن داخلي، بمعنى أننا يعني كثير من الناس ينصرف ذهنهم إلى أن ما يدور في السودان هو صراع بين جنرالين أو بين قوتين، وهذا ليس بصحيح، لأنه الآن الحرب تدخل في عامها في شهرها التاسع، وهنالك خطوط إمداد بشري ومالي وخطوط إمداد سلاح يأتي بشكل مستمر، وحدود مفتوحة في التشاد وإمداد مالي من الخليج من دولة الإمارات، وبالتالي فلسنا أمام حرب داخلية وفق معادلات الداخل. ولا ننسى يعني قبل أن نأتي إلى 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 هذا الواقع الأليم، أنه منذ العام 2019، منذ ما بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، تحكم في المشهد السوداني السياسي الداخلي، تحكمت فيه دول تسمى الرباعية، وهي أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية، كانت تلعب دورا بارزا في توجيه الحياة السياسية، واصطدمت، كانت ترعى القوى المدنية، كان الخليج يرعى القوى العسكرية، تحديدا حميدتي والفريق أول البرهان كانا تحت عناية دولة الإمارات والسعودية بشكل مستمر، وكان الجانب الأوروبي والأمريكي يرعى المجموعة المدنية، هذه ما تسمى بقوى الحرية والتغيير. ثم حدثت التنافسية داخل المجموعة العسكرية، وحصل الاصطدام مع الدكتور عبد الله حمدوك، كان رئيسا للوزراء، ودخلنا في مرحلة ما بعد الخلاف السياسي إلى الخلاف الخشن، حيث تم تقاسم القوى العسكرية، اصطف حميدتي إلى صالح القوى المدنية، وشكل معا كيانا موحدا، ووقف الفريق أول البرهان، لأن الجيش كان عنده رؤية مختلفة. على العموم أنا أقول لأنه توصيف هذا المشهد هو كبير، على هنالك صراع يأتي من الخارج تغذي هذه الدول الأربعة التي ذكرتها، تستخدم فيه حميدتي قوات حميدتي كأداة متقدمة في تنفيذ هذه الأجندة. جميل، لكن أنت قدمت توصيفا مبدئيا لما يحصل من تطورات، واعتبرت أن ما يحصل من تطورات هو نتيجة لآليات إقليمية ودولية، لكن ما الذي يدفع هذه الآليات الإقليمية والدولية على تسخين المشهد السوداني في هذا الظرف بالذات، تطورات لافتة وعميقة الدلالة؟ السيطرة على مظل السودان يعني بموارده هو صراع على التوجه والموارد، وخلق طبقة سياسية تكون يعني ممالئة أو يعني متسقة مع أجندات هذه الدول. هذا التغيير كله يأتي في ما يعرف بسياسة الشرق الأوسط الجديد، التغيير كله يتم في إطار، لكن هذه الطبقة السياسية الممالئة للتوجهات الخارجية بحسب توصيفك، في قراءتك السياسية بشيء من الاختصار، من الذي يحمل هذه المواصفات؟ الدكتور عبد الله حمدوك تحديدا هو رجل هذه المجموعة، جاء به رئيسا للوزراء، لم يكن له أي علاقة بالشأن السياسي السوداني الداخلي، فجأة تم زرعه في هذا التراب السوداني. والمجموعة السياسية التي تسمى بقوى الحرية والتغيير، والتي كان لها يعني حضور بارز ولافت بعد العام 2019 بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، دل بيمثلوا مصالح هذه المجموعة الخارجية. الجيش ظل كمؤسسة يأخذ موقفا مختلفا عن الجيش كمؤسسة، لا عن الفريق أول البرهان، الجيش كمؤسسة ظل يأخذ موقفا مختلفا، ولذلك تم التركيز وطنيا تقصد؟ نعم، تم التركيز على تفكيكه، يعني هو الآن هدف استراتيجي منذ العام 2019 استهدف القوات المسلحة السودانية واستهدف تفكيكه تحت شعار إصلاح هذه القوات. طيب، وتفكيكه. قبل أن أنتقل أستاذ خالد، معذرة، يعني أنا أفهم من كلامك وأرجو أن تصحح لي إذا ما أخطأت، بأن يعني قوات الدعم السريع تمثل الرافعة العسكرية للمشروع الإقليمي والدولي في نعم. السودان؟ نعم. طيب أذهب إلى الأستاذ خالد، في بيان أنا أريد أن أتوقف معك على قضية تأجيل اللقاء بين دجلو أو حميدتي والبرهان، قيل في المذكرة التي أصدرتها وزارة الخارجية الجيبوتية بأن امتناع
حميتي عن الحضور إلى جيبوتي مرده لأسباب فنية خاصة به. هذه الأسباب الفنية لم تحل دون سفره إلى أديس أبابا إلى إثيوبيا. برأيك لماذا امتنع عن الحضور إلى جيبوتي أولا، وعلى أي قاعدة يمكن اللقاء بين الرجلين البرهان وحميدتي؟ التحية لك والتحية لمشاهدي قناتك. حقيقة يعني قبل ما أجيب على هذا السؤال أو في يعني طريق إجابتي لهذا السؤال، لا بد من الإجابة على السؤال الأول، لماذا هذا التسخين في هذه الفترة الآن بالتحديد؟ بشيء من الاختصار من فضلك. نعم. وطبعا يعني الذي يحدث وتكمل ما قاله الأخ الطاهر، إنه كما هنالك مرتزقة بندقية ماسكين السلاح ويضربوا ويجيبوه ويشتروهم، كذلك في مرتزقة بمستوى راغي هم الذين يدرون هذه المعركة. طيب. ومرتبطين ارتباط مباشر يوميا وبالدقيقة وبالثانية، والتوجيهات قوات الدعم السريع ليس عندها المقدرة القيادية ولا الاستشارية ولا أي مقدرة لإدارة هذه الحرب بهذه الصورة. الذي يحدث أنه في كل لحظة من اللحظات يضيق الخناق على قوات الدعم السريع، هذه الجهة الخارجية تقرأ المشهد الداخلي وبالتالي يعني تحضر التعليمات لإصدار ما يمكن إصداره أو فعله ما يمكن فعله. الحصل في الفترة الأخيرة أنه تم التضييق على هذه القوات في داخل العاصمة بصورة كبيرة جدا، وكادت أنها تهزم، بالذات بعد ما حضر البرهان من الإيجاد وذهب لوادي سيدنا وتبرأ تماما، منظمة الأفريقية دول شرق أفريقيا. نعم. وتبرأ تماما من الإيجاد وأعلن أنه ليس هنالك مجال بعد ذلك للمفاوضات. ده طبعا كان على خلفية تزوير البيان الختامي بتعليقات التي تم تزويره بواسطة تدخل أماراتي، وبالتالي كانت في هذه اللحظة من اللحظات العمل على خلق نوع من الفوضى للضغط على البرهان للعودة مرة أخرى للمفاوضات. وكان هذا الترتيب بأنه تخرج هذه المفاوضات وليس للاحتلال المدني إنما لمنطقة الجزيرة، وبالتالي خلق هذه الصورة. وعندما تقدمت القوات بتاعة الدعم السريع إلى مدني وتم ضربهم في اليوم الأول واليوم الثاني في الكوبري، تم خلق مشهد مصنوع من الموالين للدعم السريع وبعض المواطنين اللي تم شراهم لخلق هذه الصورة الذهنية بأن هنالك خروج وهروب من داخل مدني. إلى هذه اللحظة لم تسقط مدني، كانت الدعم السريع خارج مدني وتم ضربهم ضربتين قويتين مؤثرات بصورة غير يعني كبيرة جدا. في اليوم الثالث اللي هو كانت بصورة درامية، الذي حصل فيها سقوط مدني وبالتالي اللي هو طيب حتى لا نذهب بعيدا والوقت يدركنا، يعني انا مهتم بان اعرف منك استاذ خالد عن 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 سبب عدم حضوره الى جيبوتي، لانه سبب لافت فني. سبب فني، ما هذا السبب الفني الذي لم يحل دون الذهاب الى اثيوبيا؟ نعم. هو انا حقيقه من هذا المشهد بفتكر انه هنالك مسرحيه دراميه، يعد ترتيب هذه المسرحيه الدراميه المقرفه حتى، يعني صوره بصوره غير معقوله. يعني كان هنالك ترتيب للقاء حميدتي مع الرئيس البرهان، وكان التحديث فيها اللي هو في يوم الخميس اللي هو يوم 27، وكانت ترتيبات ماشيه بهذه الصوره. فجاه حصل التصريح كما ذكرت بتاع قوات الدعم السريع، بانه يعني هم يعني لن يستطيع حميدتي. بعد ذلك الإيجاد رسلت للحكومه السودانيه بانه لاسباب فنيه لن يستطيع يحضر. في نفس الوقت اليوم الثاني ظهر في 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 يوغندا، ومن يوغندا مشى لأثيوبيا. انا بفتكر دي هذه المساله فيها اهانه غير عاديه بالنسبه للحكومه السودانيه، وحصل فيها بصوره واضحه جدا يعني اساءه للحكومه السودانيه، وبالتالي يجب ان ياخذ البرهان موقف قوي جدا من هذه المجموعه بتاعه الإيجاد، لانه لا يمكن ان يكون هنالك اعداد للقاء ويتم انهاء اللقاء بالاعتذارات التي ذكرت، وفي نفس الوقت يأتي ويظهر في حتة تانية غير المكان الذي ظهر فيه. أضف لذلك، ماذا تقرأ في هذا؟ أضف لذلك يتم استقبال حميدتي استقباله باعتباره نائب الرئيس، في حين أنه هو مجرد من هذه الصفات تمام بواسطة البرهان. مش كده، حل تم حل الدعم السريع بواسطة قرار من البرهان.
فبالتالي أي تصرف من أثيوبيا بهذه الصورة أنا بفتكر فيه إساءة بالنسبة للسودان وبالنسبة للبرهان بصورة واضحة جدا. لكن بشيء من الاختصار، نعم، كيف تقرأ هذه المشهد أو هذه السردية، هذا الترتيب الذي فشل ثم لم يأتي إلى جيبوتي وذهب إلى أثيوبيا بنصف دقيقة؟ المسألة كلها في هذا الظهور بتاع عيمتي، نعم، أنا في تقديري القصد منه هدف أساسي وهو اللي هو الحركة التي انتابت الشعب السوداني بعد الهجوم على مدني، واللي هي المقاومة الشعبية والتسليح الشعبي الذي يعني يحدث في الآن في السودان. وبالتالي هذه المسألة أقلقت القوى الخارجية بصورة غير عادية، وبالتالي كان هذا الترتيب بهذه الصورة لكي يشغل الشعب. لكن هذا تصرف كيدي صبياني لا يتفق مع ما يفعله الإيجاد. بالمناسبة مش مسألة صبيانية، يعني أنت تحتار بأنه هل ممكن رؤساء دول وقادة أفريقيا يتصرف بهذه الصورة؟ يعني يراد مسخ شخصية الجيش السوداني؟ نعم، يراد مسخ شخصية السيد من خلال هذه التصرفات. تماماً. طيب أنا سأعود إلى الأستاذ الطاهر، لكن قبل ذلك مضطر أن أذهب إلى ميزوري لأسأل الدكتور عبد الله. الأستاذ عبد الله، نحن أمام متغيرات حقيقية وعميقة، يسيطرون قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني الاستراتيجية، ثم بعد ذلك يسافر قائد هذه القوات حميدتي إلى أوغندا ومن ثم إلى إثيوبيا. هذه المتغيرات برأيك إلى أي مدى يمكن أن تنعكس على الوزن السياسي للرجلين المتصارعين الآن في السودان، وهما عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وحميدتي دقلو قائد قوات الدعم السريع؟ الوزن السياسي لهذين الرجلين كيف سيكون بعد هذه التغيرات؟ واضح أنه يعني التحركات الأخيرة دي وما يعني يشتكي الناس منه من أنه لم يفعل كذا ولم يلتقي بكذا وكذا كلها قائمة على أنه حرك ميزان القوة في الميدان العسكري لصالحه، وده يعني حقيقة يجب أن تتعاطى معها برحابة وبيعني رأس عالي وبتفكير أي طريقة أخرى غير أنك تفهمها، لأن الناس التي كانت تدعو الناس إلى أنهم يتصالحوا ويقيموا السلم ويتفاوضوا وكذا دائما ما أغفلوا مسألة أن هذا السلم لا يتم يعني بالدعوة، وإنما يتم على معطيات حقيقية في ميدان المعركة. وهذا الرجل الآن يعني بيستعرض ملكاته، بيستعرض انتصاراته، وبيقول أنه يقدم نفسه كرجل دولة على الأقل، أليس كذلك؟ أيوة. وبعدين في يعني وله الأنصار يعني. طبعا تتذكر أنه يعني البرهان وقيادة الجيش لم تحسن مثلا إلى أب أحمد، ولم تحسن إلى روتو في كينيا بعد اجتماعات الإيجاد لشهور مضت، حول أنهم كانوا على عملوا تعليقات سخيفة حول السودان وكان رد عليهم وبالنظر إلى مصالح أخرى. يعني هم مش بيستقبلوه يعني مجرد استقبال نائب عسكري، وإنما عندهم مصالح. إثيوبيا عندها الموضوع بتاع نهر النيل بأكمله، عندها موضوع الفشقة بأكمله، عندها متاعب الداخلية بأكملها. إذا نظرت إلى تشاد عندها القضايا الديمقراطية والسياسية وتداخل القبائل وهي ذات تحت التهديد، وكلهم يعني زعماء فيهم رخصة رخيصين برضو في الدول التي يعني اللي نحن نسميها دي يعني زي الإمارات العربية. نعم. واضح نحن ما نسمعه أنها يعني أعطت هذا وبنت لهذا وجعلت لهذا وكذا. حتى بتاع روتو بتاع كينيا كانت في كلام حول أنه عنده علاقة مباشرة مع حميدتي، يعني في ركاكة. طيب. عامة، ويجب أن نواجهها كركاكة وكحيل في وضع مرتبك للسودان، أنها تريد أن تنهش هنا وتنهش هنا وأن تتسدى هنا وتتسدى هنا. طيب في الوضع الميداني، يعني وهنا أعود للسيد طاهر، في الوضع الميداني الذي لا ينبغي أن نغفل عنه، هو هناك تصريحات تعليقات لعبد الفتاح البرهان على ما حدث في ود مدني، يفهم من كلامه أن ثمة انسحابا مشبوها من قبل الفرقة التي كانت تدير المدينة. بعيدا عن هذه الجزئية برأيك،
هل ما حصل من سيطرة قوات الدعم السريع على هذه المدينة المهمة والاستراتيجية يعتبر في سياق التطورات الداخلية تحولا تكتيكيا مؤقتا لتحريك الملف الداخلي، أم أنه تغيير في موازين القوة إلى غير رجعة؟ هو في تقديري تغيير في موازين القوة، لكنه يستثمر بلا شك في على طاولة التفاوض. يعني كل ما تتقدمت هذه القوات، وهي الآن تتقدم في، يعني تحاول أن تتقدم في مناطق أخرى، كلما ضيقت على الجيش السوداني المساحات كلما استطاعت على طاولة التفاوض أن تحسم بشكل يعني يحقق لها مصالحها ومصالح من يقفون خلفها. وواضح الآن حتى من شكل إدارة هذه الحرب والصورة التي نتحدث عنها الآن، التي هي الآن في أديس أبابا والتي تم في الإيقاف، هي جزء كما قيل جزء من الاستعراض، وهي أيضا رسائل للحط من قدر الطرف الآخر. لأنه عندما سقطت مدينة ود مدني وأعلن بعدها الفريق حول البرهان أنه سيذهب للتفاوض، كان في الرأي العام جدل كبير، كيف يمكن لقائد الجيش أن يعلن أنه سوف يتوجه للقاء حميتي بعد سقوط هذه المدينة وبغير شروط أيضا؟ أيوة نعم، كان اللقاء مشروطا ثم سقطت الشروط، حتى كان هنالك حديث عن شروط وتم ابتلاعه. يعني كان هنالك حديث عن أنه لن نذهب قبل أن تخرج هذه القوات من الخرطوم من المنازل ومن الأعيان المدنية، ولكن عمليا تم تجاوز ذلك. وكادت طائرة الفريق حول البرهان أن تقلع صوب جيبوتي. لهذا سألتك سيد طاهر، نعم، عن إن أنا تغيير في معادلة الصراع إلى لا شك أن هذه المدينة من الخطورة والحيوية، مدينة استراتيجية كما جاء في التقرير، وضح قيمة الجغرافية، ثم هي العاصمة الثانية وفيها ثقل تجاري، ثم حصل فيها تجمع كبير جدا بعد ولاية الخرطوم، بعد ما حدث في الخرطوم العاصمة، وهي يعني طريق إمدادات الجيش على فكرة، إمدادات الجيش وطريق، يعني هي ليست، ولذلك كان سقوطها مدويا في الرأي العام الداخلي، خاصة لأنه لم تدر معركة فاصلة وكبيرة حتى نستطيع أن نقول أنها سقطت بعمل عسكري. نعم. حقيقة يعني في جدل كبير جدا داخل الرأي العام السوداني حول سقوطها، وكلام الفريق والبرهان في إشارات إلى أن خيانة ما قد وقعت من قبل بعض القيادة العسكرية، وفتح التحقيق في هذا السياق. لكن نعم، تأثير هذا الواقع الميداني الجديد بعد سيطرة قوة الدعم السريع على مدينة ود مدني، تأثيره على مسار الصراع في السودان هو ما نبحثه بعد فاصل قصير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العرب. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا عنها. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن مسار الصراع في السودان في ضوء التطورات الأخيرة بعدما توسع القتال إلى مدن جديدة وسيطرة قوة الدعم السريع على مدينة ود مدني، ثانية كبريات المدن السودانية. سريعا أذهب إليك سيد خالد، كيف ترى مستقبل الصراع في السودان في ضوء التفاعلات السياسية والميدانية اليوم؟ والله أنا بفتكر أنه الذي حدث في مدني، يعني لا أتفق مع الرأي بأنه حدث تغيير في ميزان القوة، لأنه مدني لم تسقط بمعركة عسكرية، مدني سقطت يعني زي ما الاتهامات التي طالت القائد الفرقة انه بخيانة للجيش السوداني.
هالمسألة دي فعلا كان لها تأثير كبير جدا على نفسية الشعب السوداني ويمكن على معظم القوى السياسية الوطنية المساندة للجيش السوداني. المسألة الثانية تمدد هذه الميليشيا ده شيء طبيعي، يعني ممكن خمسة بعربية خمسة عربات ممكن يمشي لأي مدينة يحدث فيها أي نوع من القلق. الممارسات التي تمت في هذه الفترة أنا بفتكر واحدة من الأشياء التي تثير القلق، هناك وحدات من القوات المسلحة في كل هذه المناطق، في قوات مسلحة موجودة في الدوين، في قوات مسلحة موجودة في النيل الأبيض اللي هو في كوسي، في قوات موجودة في سنار، في قوات موجودة في الدمازين، لكن مع ذلك تتمدد هذه الميليشيا وتمارس هذه الممارسات التي حدثت، فده يعني بيدي نوع من الأسئلة والاستفهام في 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 ما داير أقول العجز، لكنه المبادرة بتاعت القوات المسلحة بأنها يعني تواكب نعم. هذه التغيرات السريعة وبالتالي تتصرف بصورة سريعة. ما زالت التحركات التي تحدث من القوات المسلحة هي بالصورة التقليدية التي يمارسها القوات المسلحة أصلا بصورة تقليدية نعم. لكن في تقديري تستطيع القوات المسلحة أنها تسترد مدني وبالتالي تستطيع أن تغير ميدان القوة إذا استجاب البرهان في هذه اللحظات ومشى فعلا للتفاوض. أنا بفتكر دي بتكون من أكبر الخسران بالنسبة للسودان، وده السبب الأساسي في تقديري من الحضور الدولي والكثيف والذي هو يتابع لهذه المسألة، يريد بصورة أخرى إيجاد موطئ قدم كبير جدا للدعم السريع، ليس في حبهم في الدعم السريع، وإنما عودة الدعم السريع تعني عودة المكمل السياسي والذي هو كفيل بإنفاذ المشروع الغربي واللي هي قوة الحرية والتغيير. ففي تقديري إنه الذي سوف يحدث الآن إذا مشى البرهان سوف يعود الدعم السريع ويجد مساحة واسعة من الذي حدث. أنا أفتكر إذا كان الاستخفاف الذي حدث أو الاستغفال الذي حدث أو الاستحمار الذي حدث بالنسبة للدولة السودانية نعم. أول شيء الاحتياج بالنسبة لأثيوبيا، لماذا تستخدم مثل هذا الاستقبال بالنسبة لشخص هو يعني غير يعني مش يمكن يكون مطلوب للمحاكمة. كل الجرائم والجنايات التي حدث في السودان مسؤول منها حميتي لهذا الظهور بصورة مباشرة، وبالتالي لا بد أن يكون هو مطلوب للمحاكمة. أي تفاوض، لكن هل ترى الآن لموضوع جرائم الحرب التي ترتكب، هل تراها ذات قيمة؟ ما ارتكبت جرائم الحرب أكثر بكثير في سوريا والآن في غزة، ليس لها قيمة نعم. في وجود هذه القوة التي تدير الصراع في السودان طيب. وبالتالي الموقف الذي يحفظ للسودان حقوقه اللي هو اتكال البرهان على هذه النفرة الجماهيرية الشعبية سأسألك عنها. هذه سأسألك نعم. عنها، لكن يجب قبل ذلك أن أذهب إلى ميزوري مرة ثانية. أستاذ عبد الله، اليوم تتقاذف المسار السياسي للسودان مبادرتان، إحداهما الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا المعروفة اختصارا إيجاد، والمبادرة الأخرى من عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق. برأيك إلى أي مدى تملك هاتان المبادرتان أو إحداهما القدرة على توفير أرضية صلبة للتفاهم بين فريقي القتال الجيش وقوات الدعم السريع؟ أول حاجة المبادرة بتاعت حمدوك عبد الله حمدوك هي يعني دعوة، مش لدعوة العرس أو دعوة الحفل، يعني تعالوا وتفاوضوا. ما هي الأسس؟ ودي نوع الدعوات اللي ظلت تترة وما عندها نظر إلى الميدان العسكري، ولكن حميتي يتفاعل معها إيجابا. منو؟ حميتي يتفاعل مع مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك السابق إيجابا، أي لأنها مطلقة ولا اعتراض لأي إنسان عليها، لكن الحقيقة هي أنه الذي يدعو إليها يعني لا يفعل شيء، كأنه يعني يقول قول مطلق مرسل ما عندها معنى الكلام، أنه أنت يجب أن تكون عندك موقف مما يجري في الميدان. هذا عن مبادرة حمدوك، لكن ماذا عن مبادرة إيجاد؟ مبادرة إيجاد برضها يعني نظرت في وقتها لما كان الجيش مستقيم ها وكذا، نظرت للوضع أسعد الوقت حيتغير، هذا كله حيتغير، لأنه نحن يعني شفنا الموقف بتاع مثلا المبادرة بتاعت جدة كلها حول ما ناظرة إلى الموقف العسكري. الحدث الثاني ما ناظرة إلى الدولة السودانية. طيب يعني أستاذ عبد الله، أنا يعني برأيك أنت بعد هذا التطور الميداني في السودان، هل فقدت هاتان المبادرتان أي قيمة عملية في المرحلة المقبلة؟
أنا أفتكر كذا، أنا أفتكر كذا. لأنه أصلاً هي الـ يعني أي المبادرات دي بتكون ناظرة إلى الميدان، إلى من حقق على الأرض إنجازا. لكن نحن ما حقنا ننساق كأم وكصفوة إلى أننا نتحول إلى خبراء عسكريين، محض خبراء عسكريين وخبراء تفاوض. نحن عندنا نظر إلى واقع السودان في 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 مثل هذا الظرف. يعني نعم. يعني إذا كان مثلا إذا كان في اتحاد أفريقي وإيجاد وغيرها من الدول هي تتعاطى مع ميليشيا وميليشيا اتسمت بالحرب بالنهب والسرقة والاغتصاب والكذا، هل هذا جائز في الشرع الأفريقي؟ هل ده شيء ترحب به وتستقبل أطرافه وتبسط لهم الأبسطة الحمراء؟ يجب أن يكون عندنا قدرة على الإشمئزاز يا أخي. ده كلام الثقافة، ده كلام المعاني. لكن المعاني والثقافة في واد، والبراغماتية السياسية التي تسيطر على العالم. لا 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 أبداً. أنا إذا كنتوا بالطريقة دي أنتوا بتحولونا إلى فراجة. لا، يجب أن يكون في صوت آخر يتحدث ويتكلم. طيب. لكن نحن دلوقتي لنا مدة طويلة جدا محط أننا مع البرهان أو مع حميتي، وأنتم في الإعلام من يعني تروجون وتمكنون من هذه الثنائية. نعم. الوضع أرحب من هذا، والسودان أفضل من هذا. نعم. وشعب السودان وخبرته وثورته أفضل من هذا، وهذه نعم. مجرد نكسة في تحركاتنا، وينبغي أن يكون في رأي غير أنه من حينتصر وهلال مريخ كما نقول في السودان. نعم. هذا تضييق للواسع. طيب. فبالله عليكم النبي وسعوا المعون شوية، خلوا إنسان يتكلم، لأنه أنا مش بتاع مفاوضات، ولا أنا بتاع يعني حميتي، ولا أنا بتاع البرهان، أنا بتاع السودان، والسودان أرحب من هذا وأوسع من هذا، والآن يتعرض إلى محنة كل ما يهمنا منها من انتصر. ده غلط كبير. طيب، وهذه الحلقة ليست إلا مخصصة إلا الحديث عن السودان والحل المنتظر عبر النخب وأنت منهم. سيد طاهر، أعود إليك. الآن تضخم نفوذ قوات الدعم السريع بما يجعله ندا للجيش السوداني، هل هذا يقرب من فرص وضع حد للقتال على قاعدة اقتسام السلطة بين الفريقين، أم أنه يباعد بين السودان والسلام في المرحلة المقبلة؟ في تقديري يباعد، لأنه ما تقوم به هذه القوات على الأرض يتجاوز معنى مقاتلة الجيش، هي تقاتل المجتمع. هي الآن أي متابع لما يتم مثلا الآن في ولاية الجزيرة، وتم قبلها في ولاية الخرطوم، وتم قبلها حتى في دارفور، هنالك تطهير عرقي تم في دارفور، في الجنينة هنالك نهب منظم لممتلكات المواطنين، سياراتهم، هناك إهانات تطالهم. هؤلاء غزاة يأتون من يعني من الجوار الأفريقي، عندهم مشروع بتاع غنيمة يجتاحون السودان. يعني التعاقد بينهم وبين مجموعات هذه، التعاقد بينها وبين قوات الدعم السريع، خاصة بعد ما يعني كسر الجيش ظهر قوات النخبة التي تخص الدعم السريع، استعان بكثير من المأجورين واللصوص، فاستباحوا هذه المدن، حتى أن خطابه في ود مدني مثلا يبدو عاجزا، يريد أن يقول للناس نحن معكم وهؤلاء مجرد لصوص. لكن إذا كان يباعد بين السودان والسلام، يعني ما الخطوة التالية؟ يعني بمعنى أنه الآن هنالك جرح كبير جدا، مش على فكرة الحرب نفسها، الحرب مرتبطت بقضايا. يعني هناك محاولة بتاعت استتباع وقهر الإرادة الوطنية وإعادة لاستعمار السودان في تقدير بشكل مباشر، لكن على الصعيد الاجتماعي هنالك جرح كمان أكثر عمقا، لأنه يتصل بإهانة المواطن. استعمار السودان بشكل مباشر من مباشر من هذه المجموعات، هذه الدول، يخضعوا على مستوى موارده وتوجهه السياسي، وخلق طبقة سياسية
مستتبع يعني لهذه المجموعات الأربعة التي ذكرت لك. رؤيتك السياسية أن ممكن في المرحلة المقبلة على المدى المتوسط على الأقل أن الصراع سيتفاقم في السودان؟ أنا أعتقد أنه وهذا تلحظ بوضوح حتى من حديث أخي الدكتور خالد، هنالك رفض للذهاب للتفاوض في هذا الوقت الذي الجيش حتى الآن لم يقاتل. الجيش لم يقاتل بمعنى الجيش حتى الآن ظل يعني محتمي بمعسكراته، لم يقوم بعملية عسكرية شاملة، وبالتالي مطلوب من الجيش وقيادة الجيش أن تخرج من حالة الدفاع التي هي فيها لعملية عسكرية شاملة بحيث أنها تعيد توازن. لأنه إذا ذهبت بهذا الوضع، ما الذي يمنع من القتال حتى الآن؟ يعني 8 شهور التعقيدات تتصل بموقف قائد الجيش. قائد الجيش مضغوط خارجيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الخليج. إذا ما كان الأمر كذلك فنحن لدينا متغير مهم تحدث عنه الأستاذ خالد قبل قليل، وهو دعوات شعبية للتعبئة مناصرة للجيش. برأيك ما القيمة العملية لهذه الدعوات، خصوصا وأن السودانيين ضاقوا ذرعا من ما يسمونه أعمال ميليشيات بين قوسين الدعم السريع؟ الأخ جهاد، لو لم تستثمر هذه الروح الآن نعم في عند المواطنين السودانيين، واللي هو كل زول أصبح يفتش عن بندقيته ليس من القوات المسلحة لكن يشتريها بقروشه عشان يقاتل هؤلاء الجنجويد، إذا لم تستثمر القوات المسلحة هذا السند الشعبي وتوظفه هي وتخلي الشعب السوداني يقاتل في داخل مدنه، من داخل أحيائه قيادة القوات المسلحة، يقاتل ضمن القوات المسلحة وهي التي تسلح الشعب السوداني، لا تترك الشعب السوداني طيب. لكي يشتري، أكمل لك الفكرة، يشتري سلاح، لأنه إذا الشعب السوداني انفلت من القوات المسلحة دي حتكون النهاية بتاعت السودان، بيبقى كل زول شايل بندقيته وكاتل في الآخر، بالذات الآخر الجايين من خارج السودان. ما الذي يجعلك تعتقد بأن الجيش السوداني يمكن أن يستثمر هذه الدعوات الشعبية للتعبئة في مواجهة قوات الدعم السريع في الوقت الذي كما قال ضيفنا الطاهر بأن السودان الجيش السوداني حتى الآن لم يقاتل وهو يخسر المدن؟ صحيح، يعني كان الفترة اللي فاتت دي كلها هي ومش ما بغاتل، كان الاستراتيجية اللي بتبعها الجيش السوداني الفترة اللي فاتت اللي هي محاولة كسر الظهر الدفاع الدعم السريع، وده نجح فيه الجيش السوداني تماما. يعني زي ما قال لك أخي الطاهر، 90% من قوة النخبة الأساسية بتاعت الدعم السريع دي تم القضاء عليها تماما. كل الآليات وكل الأسلحة وكل المقرات التي كان يتمتع بها الدعم السريع تم القضاء عليها بصورة كاملة من الجيش السوداني. لم يدخل الجيش السوداني في بالمشاه والتحرك إلا قريبا زي ما قلت لك بعد ما فشل اللقاء بتاع جيبوتي وذهب البرهان لقاعدة وادي سيدنا، ومن هناك قال لا تفاوض إلا أن يتم حسم هذا الدعم السريع عسكريا. ودي بالمناسبة الآن كل سوداني من المرارات التي دخلت في داخل الشعب السوداني، ما في هناك مجال للدعم السريع ولا مجال لما يسمى باسم القوة والحرية والتغيير. الذي يتم الآن إذا كان في أثيوبيا ولا في جيبوتي ولا برعاية الأمارات ولا التدبير من خلفه أمريكا، اللي هو يعني إيجاد مساحة للدعم السريع في المشهد السياسي، وده بيتم بالضغط على البرهان وإجبار البرهان نعم. على القدوم للمفاوضات، وبالتالي تجد الدعم السريع موضع لهم. دي الشعب السوداني، لو ما البرهان احتوى هذا الشعب السوداني وقاد هذا الشعب السوداني حتنقلب عليه كذلك هو، وبالتالي يبقى الدعم السريع زائدا البرهان الذي خارج الصورة تماما. طيب سأعود إليك، لكن بالنسبة للموقف الأمريكي سيد عبد الله، وأنت في الولايات المتحدة الأمريكية، أبني على المعلن من سياسة أمريكا تجاه السودان، من المقاربة الأمريكية تجاه السودان، وهي تقوم في جوهرها الأساسي على رغبتها بعدم أداء أي من فريقي القتال أي دور سياسي في المرحلة المقبلة من السودان. هذا الموقف يعني يفسر على أنه ملتبس من حقيقة الصراع في السودان، هل يمكن أن تبين لنا جوهر الموقف الأمريكي من أحداث السودان؟ جوهر الموقف الأمريكي بنى على قرار من الكونغرس بدعم التحول الديمقراطي في السودان أيام وجود الحكومة الانتقالية والانتعاش العام نحو الديمقراطية والانتقال وكذا، وحدد الأمريكيون خصمين اللي هم الجيش والدعم السريع.
دي البداية، وكان أملهم وتركيزهم على التحول الديمقراطي. طبعاً الوضع استجد بما نعرفه من انقلاب ثم حرب، ولم يتغير الموقف. ده أكبر خطأ وقع فيه السياسة الأمريكية، أنها حينما استجد وضع بين قوات مسلحة يعني مهنية، وهي التي تحتكر العنف، مفروض تحتكر العنف على حسب تعريف الديمقراطية التي يبشرون بها، ارتجوا هنا وأصبح عندهم ما يسمى جنرالين، متصارعين متنافسين، ولم يروا ما بعد الجنرالين إلى المؤسستين من ورائهما، مؤسسة ميليشيا، مؤسسة بتاعت حرامية، مؤسسة بتاعت اغتصاب، مؤسسة كل التاريخ اللي انت دلوقتي بتشوفه ده لم يروه، ووازنوا بينهم الاثنين واصبحوا يتكلموا عنهم كانهم نقطة شيء. مهمة استاذ عبد الله، نقطة مهمة اشرتها اثرتها اشكرك عليها، لكن هذه المقاربة الامريكية التي تنتقدها سبق وان انتقدها ساسة امريكيون ومشرعون، وهناك إقرار بفشل المقاربة الأمريكية للحدث السوداني، وهناك مطالبات من مشرعين أمريكيين. نعم هناك، وأنت تقرأ طبعا، وهناك مطالبات من مشرعين أمريكيين بتبني مقاربة جديدة. سؤالي هو إلى أي مدى يمكن أن تنجح هذه الضغوط، إذا ما أسميناها ضغوطا، على الإدارة الأمريكية بتبني مقاربة جديدة، وأي مقاربة جديدة يمكن الأمريكيين أن يتبنوها بالشأن السوداني؟ طيب أنا بفتكر عشان كده ننتقل من البرهان يا أخي، وننتقل من أنه يقود. جميل، حققنا لك رغبتك، تفضل. ننتقل إلى ما يمكن أن يعمل المجتمع المدني في 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 أمريكا وغير أمريكا لحمل الأمريكيين وغير الأمريكيين أن يروا هذا الوضع المستجد، أننا ليس بين جنرالين طموحين، وإنما بين مؤسستين، واحدة شرعية والأخرى غير شرعية. ده الشغل اللي ما قايم بالوقت، وانا اخذت كثير جدا على الذين واقفين مع الجيش الان، واقفين يعني بطريقه صحيحه مع الجيش وموقف صحيح، انهم حولوا هذه الوقفه من انه يمكنوا لدعوه زي الدعوه اللي انا بتكلم عنها دي الى ثأرات ضد الحريه والتغيير. طيب وضد حمدوك. استاذ عبد الله، استاذ عبد الله، يعني على اهميه هذا الكلام، لكن ضيق الوقت يضغط علي ايضا، يعني برايك الى اي مدى يمكن ان تتبنى الاداره الامريكيه التي هي مقبله على انتخابات يعني حساسه مقاربه جديده للسودان؟ ما طبيعه هذه المقاربه اذا ما نجحت في تبنيها؟ يجب ان نشتغل. هي دلوقتي مجرد مشروع وقع عليه بعض النواب، واخر واحده نائبه من كاليفورنيا قبل يومين عملت مشروع لانه يستبعد الدعم من الدعم السريع من الامارات العربيه. لسه دي فكره دابه جديده وتحتاج الى انه يعني ندخل عليها بزخم، وده بيقلل من مساله بتاعت انه البرهان 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 التي يعني هي حالة من الانزعاج أو الإزعاج أكثر من أنها يعني قائمة على حقائق وقائمة على توقع صحيح منه. طيب في الاستوديو مرة أخرى سيد طاهر، ليس هناك تأثير غربي عميق وحقيقي في المشهد السوداني حتى الآن، كما لو أن السودان يترك لكي يتقاتل حتى تظهر نتائج بعد ذلك فيتدخل الغرب، وإنما ترك للجهود الإقليمية. من صاحب التأثير الأكبر في المشهد السوداني اليوم من خارج حدوده؟ هو يعني إذا نظرنا إلى معادلة الحرب الآن تلعب الإمارات دورا كبيرا بلا شك في هذا المشهد، يعني بينما يتراجع الدور المصري، يعني لا تجد له هذا الحضور الكبير، رغم أنه مصر السودان بالنسبة لها أكثر أهمية والجوار وغيرها. السودان غايبة، مصر غايبة عن كل الأحداث في المنطقة. نعم، يعني ارتدت إلى ذاتها منشغلة بقضاياها الداخلية أو تم كفكفتها، يعني تم دفعها إلى الداخل. يعني بالنسبة لك ماذا يعني أن الإمارات صاحبة التأثير الأكبر في بمعنى السودان؟ هي وكيل آخر، هي وكيل إقليمي للمشروع المرتبط بإسرائيل والمرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية. أنا يعني لا أستطيع أن ألغي في ذاكرتي أن الخرطوم منذ 2019 كانت هناك ثم مجموعة الأربع سفراء، مجموعة الرباعية، السفير الأمريكي، السفير البريطاني، السفير الإماراتي، السفير السعودي،
كانوا يلعبون دورا مؤثرا في المشهد السوداني وفي توجيهه. هم كانوا من وراء الدعوة لما يسمى بالاتفاق الإطاري، هذا يعني كان فيه بدأ فيه الخلاف بين الدعم السريع والجيش. هم من دفعوا هذه الأمور إلى حافة الحرب مع المجموعة بتاعت القوى السياسية التي ناصرتهم، والتي أشار الدكتور عبد الله علي إبراهيم يعني في إشارته إلى أن نصراء الجيش والذين يقفون في الصفين ينبغي أن لا ينشغلوا بمثل هذه المعارك، وإنما ينشغلوا لقضية تأسيس المشروع على موضوع الدولة. لا، هنالك من يشاغب على قضية الدولة وعلى قضية الجيش من هنا وهناك، وبالتالي يحدث هذا الاصطدام. يعني كلامك أتوقف عنده، هل أفهم من كلامك بأن الغرب، وأن الغرب لا شك أن الغرب ليس كتلة واحدة، يعني الغرب أقصد به تحديدا الآن أوروبا وأمريكا، هل الغرب وضع بيضه كله في سلة الإمارات لإدارة الملف السوداني؟ هو للأسف حلفاؤه هو الإمارات والسعودية ومصر، لكن حتى هؤلاء الحلفاء ما متفقين حيال رؤية واحدة في السودان. يعني المنبر بتاع جدة منبر سعودي أمريكي، مصر عملت منبر لدول الجوار السوداني، والإمارات ضمن الجهود مع الدعم السريع تعمل يعني، وبالتالي هناك اضطراب حتى على مستوى الحلفاء بتاعنا تجاه الرؤية. لكن الفاعل الحاضر ماليا والعنده وجود على الأرض وبيدفع ويغير الموازين هي الإمارات، هي التي تدعم كل هذا. وهذا الاضطراب في المواقف الإقليمية والدولية برأيك يعقد المشهد السوداني أكثر؟ يعقد بلا شك، يعقد بلا شك. لكن في النهاية واضح أنه كلهم متفقين على نقطة، ما هو الموضوع ده فيه اثنين، إنه الجيش ده يجب أن يعاد هيكلته من جديد، وكان هذا يتم بمشروع سياسي. عندما صعب أن يمضي هذا المشروع السياسي أرادوا أن يتم بصورة خشنة عن طريق الحرب، أرادوا تفكيك الجيش عن طريق الحرب، ضرب الجيش وضرب بنية البلد وإعادة تأسيسه من جديد على وفق رؤيتهم. حتى الدعم السريع لن يكون دوره أكثر من مجرد أنه سوف يكون أداة بس متقدمة ضمن هذا المشروع، وبعدين ملفه الحقوقي المتصل بتجاوزاته في حقوق الإنسان موجود وحاضر. في اللحظة التي ينجز مهمته سوف يخرج هذا الملف، وسوف تجد حمايته ضمن العقوبات الدولية، يعني ضمن مشروع المحكمة الجنائية، لأنه ملف التجاوزات الحقوقية موجود. لكن يراد منه الآن تحديدا أن يكمل مشواره، أن يكمل الشغل تفكيك البلد وتجهيز له ما بعد ذلك. أريد أن أعود مرة أخرى مع السيد خالد إلى الموقف الأمريكي لأهميته. الأمريكا مصرة حتى الآن على مقاربة أنه لا مكان لفريقي أو لقائدي القتال الجيش وقوى الدعم السريع في أي دور سياسي مستقبل في السودان من دون إيجاد آليات للضغط على الرجلين وترفيع أو إيجاد حاملة للمدنيين لأداء دور أكبر في المرحلة المقبلة. برأيك عزل أو إقصاء الرجلين أو المؤسستين، حتى لا يغضب علينا الأستاذ عبد الله، مؤسستين الجيش الشرعية وقوات الدعم السريع غير الشرعية بحسب ما تبناه الأستاذ عبد الله في أمريكا، هل إقصاؤهما من أي دور مستقبلي في مستقبل السودان هو عملي برأيك؟ الولايات المتحدة نظرتها مش للسودان بس، في أي موقع من المواقع تتعامل مع الولايات المتحدة يتغير التعاطي معها للداخل مع مصالحها ومع متغيرات القوة في الداخل. الولايات المتحدة في البداية كان الموقف بتاعها اللي هي بالنسبة للجيش ده تفكيك الجيش، ويمكن يكون أول قرار طلع من الكونغرس بعد 2019 كان بيستهدف الجيش السوداني، بيستهدف المؤسسات الاقتصادية بتاعت الجيش السوداني وتفكيك الجيش السوداني، ولا ترغب في وجود جيش قوي. وده بممارسات السابقة، إذا كان في ليبيا، إذا كان في العراق، إذا كان في سوريا، إذا كان في اليمن، اللي هو انتهاء من هذه الجيوش تماما. كانت تريد أن تنتهي من الجيش السوداني بهذه الصورة. طيب، وفشلت. طيب، وبعد كده استخدمت عندما كانت تريد. ماذا عن سؤالي؟ نعم، أي ما جايك. بقي دقيقة. استخدمت مندوبية حميتي لكي يعني تدعم حميتي. طيب، في هذه اللحظة. ومشت مع حميتي إلى هذه المراحل. طيب، عندما الجيش السوداني أصبح يعني تغير الكفة في صالحه، تحولت لدعم البرهان، حتى سمحت للبرهان بزيارة الأمم المتحدة. لكنها الآن لا تريد أي من الرجلين في مستقبل السودان، هل هذا عمليا ممكن التحقق؟ طيب، ما ممكن، لكنه يعني ممكن الرجلين ممكن يلتفوا، لكن بالنسبة للجيش السوداني، الجيش السوداني بالتحديد يمكن الشعب السوداني كله يتفق معاه
ومع الأستاذ عبد الله الإبراهيم إنه يذهب الدعم السريع تماما ولا يكون له أي وجود، وده المطلب الحقيقي بالنسبة لكل الشعب السوداني. يعني أنت قلت بأن الرجلين ممكن أن يذهبا، هل برأيك كل ما فعله الرجلان في الآن في السودان وخصوصا مثلا حميدتي من أجل أن يذهب هكذا؟ ليذهب كيف؟ الملفات دي ما موجودة يحاكموا عليها. أنا الآن بفتكر إنه حتى البرهان لا يذهب لأي مفاوضات، إنما يكون المطلب الأساسي اللي هو محاكمة حميدتي لكل الجرائم التي تم ارتكابها في 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 ضد وضحت الشعب السوداني. الفكرة. وضحت الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا. معذرة لأن ضيق الوقت. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو الطاهر حسن التوم إعلامي وكاتب صحفي، وخالد حسين محمد باحث ومحلل سياسي، ومن ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله علي إبراهيم أستاذ شرف للتاريخ بجامعة ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية. كل الاحترام لضيوفنا الكرام مع حفظ الألقاب، ويبقى الشكر الأكبر لحضراتكم على كرم المتابعة. دمتم في حراسة الأحد.